نشرة الأخبار من قناة النمو، البداية بأبرز العالم. اشتباكات عنيفة جنوبية العاصمة طرابلس، والبعثة الأممية تدعو لوقف فوري لإطلاق النار. 4 قتلى وعدد من الجرحى جراء اشتباكات خلال اليومين الماضيين. إيطاليا تجدد دعمها لإجراء الانتخابات في ليبيا بالطريقة التي يقررها الليبيون. أهلا بكم. تشهد مناطق جنوبي طرابلس اشتباكات عنيفة منذ الصباح، خاصة بمنطقتي وادي ربيه وصلاح الدين وطريق المطار جنوبي العاصمة. أظهر مقطع فيديو تحصلت عليه النبا تصاعد دخان كثيف نتيجة الاشتباكات بالمنطقة. هذا وكانت منطقة الخلة قد شهدت اشتباكات متقطعة ليلة الأربعاء، وأفاد شهود عيان للنبا بسماع ذوي انفجارات وصفوها بالقوية في محيط المنطقة، فيما تجددت الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة بمنطقة خلة الطيبة بعد إغلاق مسلحين الطريق بين الخلة وفاطمة الزهراء بسواتر ترابية. أفاد الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي للنبا سقوط عدد من المصابين نتيجة الاشتباكات بمناطق مختلفة في طرابلس. وأوضح علي أن كل الإصابات منذ تجدد الاشتباكات ليلة البارحة هي في صفوف القوات المتصارعة دون تسجيل أي إصابات في صفوف المدنيين. أشار إلى أن امرأة لقيت قد توفيت الثلاثاء نتيجة أزمة قلبية إثر وقوع قذيفة بالقرب من بيتها، بحسب الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ. هذا وأعلنت شركة البريغا لتسويق النفط تعرض الخزان رقم 101 بمستودعات طريق المطار لإصابة نتيجة الاشتباكات الدائرة داخل المنطقة. جاء في بيان للشركة بصفحتها على فيسبوك أن الإصابة بالخزان المخصص لوقود الطيران لم تتسبب في حرائق أو إصابات بشرية. وحذرت الشركة من أن استمرار القتال قد يؤدي لتدمير منشآت المستودع، الأمر الذي سيعرقل قيام الشركة بمسؤوليتها. هذا وشهدت مناطق متفرقة من العاصمة طرابلس اشتباكات متقطعة يوم الثلاثاء جرت أساسا بطريق المطار جنوبي طرابلس وقرب معسكر حمزة. اشتباكات وإغلاق للطرق وانتشار للآليات العسكرية، هذا ما صحت عليه مناطق جنوب العاصمة طرابلس بعد 14 يوما من الهدوء. اشتباكات دارت راحها بين المتنازعين تركزت بمناطق بوسليم وشارع ولي العهد بطريق المطار، إضافة إلى منطقة وادي الربيع. اتهامات مضادة من الأطراف المتقاتلة حول مسؤولية خرق الهدنة، غير أن لواء السابع مشاة أعلن عن تعرض تمركزاته لهجوم من قبل مجموعات مسلحة بمنطقة بوسليم، مؤكدا التزامه بالهدنة. وأمام عودة الاشتباكات رفعت وزارة الداخلية بالحكومة المقترحة حالة التأهب القصوى دون ذكر أي توضيح حولها، وتبعته بمطالبة المواطنين التبليغ عن أي خروقات أمنية داخل أحياء العاصمة. وعلى خطى الحكومة المقترحة أعربت البعثة الأممية عن استنكارها من تجدد العمليات العسكرية، ولم تكتفي البعثة الأممية بذلك، بل حذرت من عدم إمكانيتها الدفع بأي عملية إصلاح في ظل ارتفاع وتيرة الاقتتال في طرابلس. عودة الوضع في العاصمة إلى سابق عهده وتجدد الاشتباكات كشف عن مدى فشل الاتفاق الذي رعته البعثة الأممية في ليبيا
وضعف المجلس الرئاسي المقترح في السيطرة على الوضع الأمني بالمدينة حتى بعد إصداره حزمة الإجراءات الأخيرة. قال مفتي عام ليبيا شيخ صادق الغرياني إن الفساد في مؤسسات الدولة ومعاناة الناس رغم الميزانيات الكبيرة التي تصرف للوزارات هو السبب المباشر لاشتعال الوضع في العاصمة طرابلس. الذي أشعل النار في طرابلس هو انعدام الخدمات الأساسية في كل المرافق، على الرغم من دفع وصرف الميزانيات الهائلة الكبيرة بالمليارات للوزارات السيادية، وزارات فاشلة تأخذ الأموال، بلوعة تأخذ الأموال ولا تقدم خدمة. وزارات السيادية معروفة، داخلية، الدفاع، مليارات ميزانيتها، الصحة، التعليم، الناس يعني يعانون والأموال تصرف. من جانبها دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الأطراف المتقاتلة في منطقة صلاح الدين طرابلس لوقف إطلاق النار فورا. وحملت البعثة في منشور لها عبر صفحتها على فيسبوك الخميس، حملت قيادات المجموعات المسلحة كامل المسؤولية عن أي أذى يقع على المدنيين العزل على يدهم أو على يد مجموعات تناصرهم حسب نص البيان. في غضون ذلك دعت السفارة الكندية في ليبيا إلى حقن الدماء ووقف القتال في ليبيا. وحثت السفارة في بيان عبر منصة تويتر الأربعاء جميع الأطراف على الامتناع عن القتال، داعية إلى مواصلة العمل مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإنقاذ أرواح المدنيين في طرابلس الذين يأتون من جميع أنحاء ليبيا حسب نص البيان. ما يقارب الشهر على الاشتباكات المتقطعة التي شهدتها طرابلس، خرقت الهدنة فيها أكثر من مرة، وكان المدنيون هم الضحية. ترويع ونزوح وسقوط للضحايا، حيث رصدت المنظمة الدولية للهجرة في تقرير نشرته الثلاثاء نزوح قرابة 3000 أسرة جراء الاشتباكات الأخيرة. مع عودة الاشتباكات إلى طرابلس وصلت حصيلة النزوح إلى قرابة 4000 عائلة وفقا لتقرير منظمة الهجرة الدولية. المنظمة الدولية في تقرير لها أكدت أن عددا من العائلات نزحت من مناطق الاشتباكات إلى أحياء أخرى في طرابلس، إضافة إلى مدن في المنطقة الغربية. معظم العائلات النازحة تقيم مع أسرتها في مساكن خاصة في طرابلس، فيما تجمعت الأخرى في 6 مدارس بالمدينة. التقرير رصد نزوح قرابة 2000 أسرة إلى أحياء أخرى في مناطق طرابلس. المدن القريبة من طرابلس سجلت أعلى نسبة نزوح خارج المدينة، كمدن تجورا وبني وليد وترهونة والخمس وجنزور. التقرير رصد حالات النزوح من 26 من أغسطس الماضي، وهو ذات اليوم الذي اندلعت فيه الاشتباكات، إلى حين توقيع اتفاق الهدنة في 4 سبتمبر الجاري في مدينة الزاوية. هدنة جاءت بعد معارك شهدها جنوب طرابلس، كان المدنيون الضحية الأكبر فيها. استقبل مركز سبها الطبي 4 قتلى و4 جرحى خلال اليومين الماضيين بسبب اندلاع اشتباكات متقطعة داخل المدينة. وأوضح المتحدث باسم مركز سبها الطبي أسامة الوافي في تصريح لنبأ أن من بين القتلى مهاجرة غير نظامية من أصول أفريقية. وأضاف الوافي أن المركز مستعد لاستقبال أي حالات لتوفره على مستلزمات طبية وأدوية قدمت من طرف الصليب الأحمر الدولي ووزارة الصحة التابعة للحكومة المقترحة.
وإلى المنطقة الشرقية، حيث أفاد مصدر من قوة حماية درنا بمنع ميليشيات الكرامة إخراج النساء والأطفال العالقين في مناطق الاشتباكات بالمدينة. وبحسب المصدر، فقد عرضت القوة على الميليشيات السماح بإدخال حليب الأطفال والمستلزمات الإنسانية والصحية للنساء والأطفال العالقين في حي المغاري والمدينة القديمة بعد رفض الميليشيات إخراجهم. هذا وتتعرض المدينة القديمة وحي المغار لقصف متواصل بالمدفعية الثقيلة والطيران التابع للميليشيات في محاولة لفرض السيطرة عليهما بالقوة. هذا واعتقلت ميليشيات الكرامة عددا من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي في مدينة درنا. وأوضح ناشطون للنبا تعرضهم للاعتقال والتهديد لانتقادهم الميليشيات عبر تدوينات على حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي. وأضاف الناشطون أنهم دوهموا واعتقلوا وعذب عدد منهم لإجبارهم على حذف التدوينات، ومن ثم أطلقوا سراحهم. قالت مصادر محلية بمدينة درنا أن ميليشيات الكرامة اعتقلت مدير شركة الخدمات العامة بالمدينة طلال الهنشير. كانت ميليشيات الكرامة قد سبق وأن اختطفت الهنشير أواخر العام 2016 خلال وصوله إلى مطار طبرق قادما من العاصمة طرابلس. ويرأس الهنشير فروع شركة الخدمات العامة بدرنا والتي تضم المنطقة من القبة غربا وحتى طبرق شرقا. جددت إيطاليا دعمها لإجراء انتخابات شفافة وديمقراطية تعقد بالتوقيت والطريقة التي يقررها الشعب الليبي تماشيا مع خطة عمل الأمم المتحدة. وأضاف بيان للخارجية الإيطالية أن وزيرها إنزو فايرو ميلانيزي توافق ونظيره محمد طاهر سيالة على الأهداف المحتملة للمؤتمر المزمع عقده في روما بشأن ليبيا، ويضم مشاركة من مختلف الفاعلين المحليين والدول المعنية. ذكر البيان أن إيطاليا ملتزمة بإجراء حوار منتظم مع جميع المحاولين الموثوق بهم من أجل تسهيل المصالحة الوطنية على نحو أسرع وفقا لما نقلته وكالة أكل إيطاليا. طالبت لجنة الخارجية والتعاون الدولي في مجلس النواب مجلس الأمن بالوقوف الحازم ضد كل من يعرقل مسيرة السلام والاستقرار في البلاد دون انحياز لطرف معين. ودعت اللجنة في بيان عبر صفحة مجلس النواب الرسمية مجلس الأمن إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في قضايا الفساد وسوء إدارة الأموال العامة في البلاد وفق تعبير البيان. وأضافت اللجنة أن تراجع مجلس الأمن في دعمه للشعب الليبي بعد عام 2011 هو أحد أسباب تدهور الأوضاع في البلاد. إلى ذلك، دعا 16 نائبا بالبرلمان الأطراف السياسية إلى التعجيل في إنهاء الأزمة السياسية في البلاد والخروج بخريطة محددة. وناشد النواب في بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية بالبيضاء عقلاء المدن والقبائل بالسعي لإيقاف المعارك وإنهاء التحشيدات في مدينة طرابلس. وطلب أعضاء البرلمان في بيانهم المؤسسات الأمنية والعسكرية في البلاد بالتدخل وحماية المدنيين وممتلكاتهم في العاصمة طرابلس. النشرة متواصلة وتتابعون فيها بعد قليل. لجنة الأزمة بالمجلس البلدي تاجورا توزع مساعدات إنسانية على العائلات النازحة. أهلا بكم من جديد. حدد المجلس الرئاسي المقترح قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي وجعل نسبته 183%.
الرئاسي وفي قراره الصادر الأربعاء نوه إلى ضرورة العمل بهذا القرار منذ صدوره داعيًا الجهات المختصة لتنفيذه. وبهذا القرار يبلغ السعر الرسمي لقيمة الدولار الأمريكي نحو 3.900 دنانير. هذا ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم بدء تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي أقرها المجلس الرئاسي المقترح والمصرف المركزي والمجلس الأعلى للدولة. وقالت البعثة في منشور على صفحتها بفيسبوك إنها ترحب بتفاهم المجلسين الرئاسي والأعلى للدولة مع المصرف المركزي والبدء بتنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية معربة عن أملها في تحسن أوضاع كل المواطنين الليبيين ومعيشتهم اليومية مع بدء تلك الإصلاحات. دعت لجنة الأزمة بالمجلس البلدي تاجورا كافة العائلات النازحة داخل نطاق البلدية بضرورة الحضور لمقرهم من أجل تسجيلهم وتسليمهم بعض الاحتياجات الضرورية. وأهابت البلدية في منشور على صفحتها على فيسبوك بكل من يرغب في المساعدة وتوفير سكن للأسر النازحة إلى ضرورة التواصل مع اللجنة بمقر المجلس أو بالمكتب المخصص للجنة بجانب السجل المدني تاجورا. أعلنت لجنة الفرعية لانتخابات المجالس البلدية إعادة الانتخاب بمركز الشروق الشعواء ببلدية درج نتيجة تسجيل خرق أمني أثناء عملية الاقتراع. وأوضحت اللجنة في بيان الثلاثاء أنها ستفتح أبواب المركز الانتخابي في 29 من الشهر الجاري من الساعة 9 صباحا وحتى 5 مساء من نفس اليوم. ونصت المادة 3 من القرار على إحالة رئيس اللجنة الفرعية للنتيجة الانتخابية إلى اللجنة المركزية فور انتهاء العد والفرز في غضون 24 ساعة من يوم الاقتراع. أقفل سكان عمارات الضمان وسط مدينة بن وليد الطريق العام مطالبين المجلسين المحلي والاجتماعي بسرعة التدخل وحل مشكلة مياه الصرف الصحي. أعرب المحتجون عن استيائهم مما وصفوها بصمت الجهات المسؤولة مؤكدين استمرار قفل الطريق إلى حين تنفيذ مطالبهم. وبحسب سكان الحي فإن التسرب مياه الصرف الصحي تسبب في انبعاث الروائح الكريهة وانتشار الأمراض والبعوض والذباب بالحي. رفع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس أقصى درجات الاستعداد بين منتسبي الفرع لاتخاذ التدابير الأمنية لتأمين مراكز لواء تابعة له. وذكر الجهاز في منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الخطة الأمنية التي وضعت من قبل وكيل وزارة الداخلية لتأمين المرافق الحيوية داخل العاصمة طرابلس. ضبطت الدوريات التابعة للغرفة الأمنية صبراتة كمية من الوقود كانت معادة للتهريب. وفي بيان عبر فيسبوك قالت الغرفة الأمنية أن الوقود المهرب ضبط بمنطقة قصر تليل عبر سيارات خاصة منها ما تضم عائلات. وقدرت الغرفة الأمنية قيمة الوقود بأكثر من 350 جالونا يحوي كل منها على 20 لترا. سلم المجلس البلدي سرت شركة العمل المياه والصرف الصحي بالمدينة دفعة أولى من المضخات. وأفاد المكلف بإدارة الإعلام بالمجلس محمد الأمي للنبأ أن الشركة ستباشر أعمال تركيب 6 مضخات غاطسة لحل مشاكل انقطاع المياه بمناطق في المدينة. وأضاف الأمي أنه من المتوقع حل مشكلة إمدادات المياه لسكان منطقتي 30 ووادي جارف كدفعة أولى تليها باقي المناطق الزراعية والسكنية التي تعاني انقطاع مياه الشرب. أفادت لجنة الأزمة بترهون بتوزيعها كميات من الدقيق المدعوم على مخابز في نطاق المدينة. وقالت اللجنة على حساب المجلس البلدي ترهون بفيسبوك أنه من المقرر على المخابز التي استلمت حصتها من الدقيق المدعوم أن تبيع الخبز بدينار واحد مقابل 6 أرغفة. ودعت اللجنة المواطنين إلى التعاون معها والإبلاغ عن المخابز غير الملتزمة بهذا الإجراء أو الممتنعة عن البيع.
انعكس تراكم ديون بعض الليبيين لدى المصحات التونسية على كيفية قبولهم للعلاج فيها، إذ يتكبد الليبيون في تونس مشاق رفض الإيواء أحيانا حتى في الحالات الحرجة. أكثر من 200 مليون دينار تونسي حجم ديون المرضى الليبيين للمصحات التونسية، ومع أن الرقم خلق جدلا واسعا حول صحته وطرق تسديده، فإن المواطن الليبي واجه صعوبات عديدة خلال قبوله للعلاج في المصحات التونسية. ولم يقتصر الأمر على الحالات المرضية العادية، فقد رفضت المصحات استقبال الحالات الحرجة والمستعجلة. تبدأ في العلاج لنص يقول لك وقفنا عليك، أن السفارة ما خلصت، أنها كذا ما خلصت، أنت بين المريض اللي بينما بدأت في العلاج يضيع منك العلاج بالكامل، فتعاود من الأول وعلى حسابك. وأن الليبيين كلهم حالة الله يعلم الله بها، يعني حالة عارف أنت لا مرتبات ولا، يعني اللي يبيع في سيارته واللي يبيع في حوشه واللي يبيع في دينه تكون بيجي يعالج مريض ينقذ مريض. معاناة وانتظار طويل يعانيه الليبيون في تونس من أجل الظفر بخدمات العلاج، وأمام هذا الوضع يجد الليبيون أنفسهم في تونس معطلين بين الخدمات الإدارية واللوجستية في السفارة وبين إيوائهم في المصحات. والله التعقيدات الإدارية، طبعا أغلبية المصحات في مشكلة في الموضوع، سكانر تصوير قصدي، هو يتم في العادة في يوم يومين، تقعد انت تستنى بثلاث ايام اربع ايام وما ياخذش فيك الدور، ومرات تقعد قصدي ما فهم مش عارف موضوع في السكانر هذا شو موضوع. الدكتور خالد النابلي نائب رئيس غرفة المصحات التونسية أكد أن هناك اتفاقا جرى الشهر الماضي بين وزارة الخارجية التونسية ونظيرتها في الحكومة المقترحة الليبية يقضي بتسديد الأخيرة 20% من الديون المتراكمة للمصحات التونسية، على أن تشكل لجنة مشتركة من الجانبين للتثبت في الفواتير والمستحقات. بين هذه الديون المتراكمة وصحة المواطن المستعجلة، يبقى الليبيون ينتظرون حلا جذريا لقضاء حاجية من العلاج في المصحات التونسية. ختام النشرة وتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. اشتباكات عنيفة جنوبية العاصمة طرابلس، والبعثة الأممية تدعو لوقف فوري لإطلاق النار. 4 قتلى وعدد من الجرحى جراء اشتباكات خلال اليوم الماضيين في مدينة سبحة. إيطاليا تجدد دعمها لإجراء الانتخابات في ليبيا بالطريقة التي يقررها الليبيون. كما تبعتم أيضا، لجنة الأزمة بالمجلس البلدي تاجورا توزع مساعدات إنسانية على العائلات النازحة. كما يمكنكم متابعة كل هذه الأخبار وأكثر عبر موقعنا الإلكتروني naba.tv وكذلك صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.